صباح الخير أحبائي وأعزائي، كل عام وأنتم بخير. النهاردة يوم جميل، يوم جميل، يوم حلو جدا. نتمنى من ربنا أن يجعله يوم فوق كل الأيام، يكون صباح جميل وصباح سعيد. كما اعتدنا كل يوم بنبتدي بحاجة شيرة عطرة جميلة. الثلاثاء 18 أكتوبر 2022، 8 من شهر بابا 1739، من قناتكم قناة الملك والأمير. إن كنت أول مرة تشاهدنا ننتظر تعليقك ولايكاتك الجميلة واشتراكك الجميل. هذا اليوم 8 من الشهر المبارك بابا، أحسن الله استقباله وأعاده علينا وعليكم وإحنا ونحن في هدوء وإطمئنان. مغفور الخطايا والأثام من قبل من رحم الرب يا آبائي وأخواتي، آمين. في مثل هذا اليوم استشهد القديس ماترا الشيخ الذي عاش في القرن الثالث الميلادي وكان من أهل الإسكندرية مؤمنا مسيحيا. ولما ملك داكيوس أثار عبادة الأوثان واضطهد الشعب المسيحي في كل مكان ووصلت أوامره إلى الإسكندرية، فوقع الاضطهاد على أهلها وسعي بعضهم ضد هذا القديس واستحضره إلى الإسكندرية وسأله عن إيمانه، فاعترف بالسيد المسيح أنه إله حق من إله حق، فأمره الوالي بالسجود للأصنام ووعده بوعود جزيلة فلم يقبل منه، فتوعده بالعقاب فلم يرجع عن رأيه، بل صاح قائلا: أنا لا أسجد إلا للمسيح خالق السماء والأرض. فغضب الوالي وأمر بضربه، فضربه ضربا مربحا موجعا وعلقوه من ذراعه، ثم حبسوه وجرحوا وجهه وجبين بقضيب محمي، وأخيرا إذ بقي مصرا على إيمانه ضرب عنقه خارج المدينة. صلاة ولتكون معنا أمين. وفي مثل هذا اليوم أيضا استشهاد القديس أبهور وتوسيا وأولادهما والأنبا أغاثون المتوحد. في مثل هذا اليوم تذكر القديسين أبهور وتوسيا وأولادهما بتمو والأنبا أغاثون المتوحد. صلاة الجميع تكون معنا أمين، ولربنا المجد الدائم آمين. شكرا لكم أحبائي وأعزائي، وأتمنى لكم صباح جديد، صباح سعيد مع قناتكم قناة الملك والأمير. صباح الخير أحبائي وأعزائي، كل عام وأنتم بخير مع قناتكم قناة الملك والأمير، القناة التي تعشق كل مشاهديها وكل محبيها وتأتي لكم بكل ما هو جديد. لدينا أخبار جديدة جدا جدا، بكاء وصراخ أسرة المسيحية، وذلك لهذا السبب سوف نتعرف عليه. البابا تودروس: نسعى لتعزيز قيمة قبول الآخر والمحبة والتسامح. خبر آخر: إشادة بزيارة بابا الفاتيكان وشيخ الأزهر للبحرين نوفمبر المقبل في تعزيز التعايش والتسامح. انتصار السيسي باليوم العالمي للقضاء على الفقر. انتظر الكثير والكثير والأفضل فالأفضل. شبكة سوار: التضامن لحقوق المرأة الأفريقية تلتقي بحضور بأعضاء مجلسي النواب والشعب. الأخبار الهامة جدا. إسراء أنوار: تقدم برنامج تلفزيوني لكل المصريين على قناة سي سي اي تي المسيحية. ولدينا كثير من الأخبار، اسمعنا فلتستمتع بكل ما هو كثير. وبداية أخبارنا: بكاء وصراخ لأسرة قبطية مسيحية بعد اختفاء ابنة القاصر بمنشية ناصر ومناشدة للرئيس لعودتها. ماري شينودا مرزوق 15 سنة اختفت ومصيرها مجهول ومطالب بتحرك الأجهزة الأمنية وسط صراخ الأم ودموع أشقائها الأطفال وصدمة الأب المسكين ومساندة الجيران وأهالي منطقة الزرايب. تواصلت الاستغاثات لكشف مصيره. فتاة قبطية قاصر تدعى ماري شينودا مرزوق 15 سنة تعيش بمنطقة الزرايب بمنشية ناصر بمحافظة القاهرة، والتي اختفت الخميس الماضي 13 اكتوبر دون تحديد مصيرها. قال والد الفتاة: شنوتة مرزوقة بنتي عندها 15 سنة ولم تحظى بفرصة التعليم وتشاركني في عمل في فرز القمامة ولا توجد أي مشكلات معها. وفي يوم الخميس الماضي خرجت الفتاة من المنزل لشراء بعض الأشياء ولكن اختفت دون معرفة مصيرها. وأضاف: ذهبنا إلى قسم شرطة منشية ناصر، قمنا بتحرير محضر برقم 300 إداري منشية ناصر، ولكن لم يتم إخبارنا بأي تطورات جديدة، مطالبا بسرعة التحرك لكشف مصير ابنته القاصر وإنقاذ أسرته في حالة الألم والحزن التي تعيش فيه أسرته. وصرخت الأم وهي في حالة انهيار وهي تبكي تطالب الرئيس والداخلية كشف مصير ابنتهم
وعودتها والتف حولها أطفالها وهم يصرخون وسط صدمة الأب، وهو يرفع صوته إلى المسؤولين لسماع صوته وعودة ابنته، بينما التف حول الأسرة أهالي منطقة الضريب وهم يطالبون بسرعة التدخل لإعادة السلام للأسرة والمنطقة ومعارفهم ومعرفة من يقف وراء هذا الاختفاء، لا سيما أن الفتاة قاصر وهو ما يحميها القانون ولا يسمح المساس بها لأي ظرف، فهي ما زالت في عمر الطفولة. خبر جديد آخر: البابا تودروس نسعى لتعزيز قيمة قبول الآخر والمحبة والتسامح. قال البابا تودروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية إن الهدف من التسامح والسلام والتنمية المستدامة، مؤتمر التسامح والسلام والتنمية المستدامة المنعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية هو تعزيز قيمة قبول الآخر ونبذ روح التعصب وإعلاء قيم المحبة والتسامح. وأضاف بتصريحات صحفية إن قيمة التسامح تتعارض مع مفهوم الاحتلال، لذا فإن القضية الفلسطينية حظت باهتمام كبير، حيث أكد الحضور على حق الفلسطينيين في دولة مستقلة باعتباره أساسا للحق الذي يقوم عليه التسامح. وجاءنا شهادة بزيارة بابا الفاتيكان وشيخ الأزهر للبحرين نوفمبر المقبل في تعزيز التعايش والتسامح. أكدت البحرية صحيفة أخبار الخليج البحرينية اليوم الاثنين أن زيارة شيخ الأزهر والبابا الفاتيكان إلى البحرين نوفمبر المقبل تكتسب أهمية خاصة ودلالات عديدة في ظل ما تمثله البحرين من مجتمع حضاري وإرث تاريخي ورؤية عصرية ترتكز على قيم التسامح ومبادئ التعايش وتعزيز السلام والاستقرار والإصدار لصالح الإنسانية والبشرية. وأضافت الصحيفة بأحد أعمدتها تحت عنوان الأزهر والفاتيكان والحوار في البحرين إن هذه الزيارة تأتي استجابة إلى دعوة العاهل البحريني لقداسة بابا الفاتيكان وفضيلة شيخ الأزهر خلال مطلع نوفمبر المقبل للمشاركة في ملتقى البحرين حول الشرق والغرب من أجل التعايش الإنساني. ولا شك في إن برنامج الزيارة وبرنامج فعاليات ملتقى البحرين سيكون هنا محط إنذار العالم أجمع قبل وإثناء وبعد الزيارة والملتقى معا، حيث يأتي هنا في توقيت بالغ الحساسية يشهد فيه العالم تطورات ومستجدات تستوجب المزيد من إعلاء كلمة العقل والحكمة في حل الصراعات والنزاعات وفي تجنب الكوارث والمشكلات وفي ترسيخ لغة الحوار وتعزيز التعايش والتسامح. وأكدت أن الزيارة والملتقى يتزامنان، ومملكة البحرين تشهد استحقاقا انتخابيا وعرسا ديمقراطيا يؤكد الحق الدستوري والتعبير عن الإرادة الوطنية الحرة في اختيار ممثلي الشعب والمشاركة في صنع القرار والإسهام في عملية البناء والتنمية. كما أيضا انتصار السيسي حرم رئيس الجمهورية باليوم العالمي للقضاء على الفقر، حياة كريمة تستهدف تغيير حياة الملايين. وجهت السيدة انتصار السيسي حرم الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، وذلك في يوم العالمي للقضاء على الفقر. وكتبت انتصار السيسي: وحيي جهود مؤسسات الدولة مع المجتمع المدني للقضاء على الفقر في جميع أنحاء مصر من خلال العديد من المبادرات التي نجني ثمارها يوما وراء يوما، وأهمها مبادرات حياة كريمة. وأضافت أن مبادرة حياة كريمة تستهدف تغيير حياة الملايين من المصريين وتوفير حياة كريمة لهم تليق بالجمهورية الجديدة. شبكة صوار والتضامن لحقوق المرأة الأفريقية تلتقي بحضور أعضاء مجلس النواب والشيوخ. استقبلت مؤسسة المحروسة اليوم وفدا من شبكة التضامن لحقوق المرأة الأفريقية المعنية بإقرار بروتوكول الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة في أفريقيا. بروتوكول ضبط الشبكة تعمل في مصر خلال جمعية الحقوقيات المصريات وبشراكة مع الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات. شارك في لقاء المحروسة عددا من أعضاء مجلس النواب والشيوخ لمناقشة بروتوكول مابوتو والوقوف على الأسباب التي جعلت مصر ضمن 3 دول أفريقية فقط لهم لمن تم وقع على البروتوكول وحتى تاريخه. ما هو بروتوكول مايوتو؟ يضمن بروتوكول حقوق المرأة في أفريقيا المنبثق من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بروتوكول مابوتو حقوق شاملة للمرأة بما في ذلك الحق بالمشاركة في العملية السياسية والمساواة الاجتماعية والسياسية مع الرجل وتحسين الاستقلالية في قرارات الصحة الإيجابية، ووضع حد لتشويه الأعضاء التناسلية للإناث، حيث اعتمدوا الاتحاد الأفريقي في شكل بروتوكول ملحق لوثيقة من بين أبرزها اعتمدته المنظمة الأفريقية
من أطرح إقلامية متمثلة في الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب. المشاركين في أعضاء مجلس النواب النائب عصام هلال عفيفي عضو مجلس الشيوخ، النائب عاطف المغاوري عضو مجلس النواب، النائبة مها عبد الناصر عضو مجلس النواب، النائبة هناء أحمد فاروق عضو مجلس النواب، النائبة سميرة الجزار عضو مجلس النواب، النائبة ضحى عاصي عضو مجلس النواب. ولدينا أيضا خبر آخر من الأخبار التي تثير جدلا وأثارت ما أجمل وما أطرح. إسراء أنوار تقدم برنامج تلفزيوني لكل المصريين على قناة سي سي اي تي المسيحية. كانت وما زالت الوحدة الوطنية في مصر نموذجا رائعا بين أمم العالم، وعلى مر التاريخ قدمت مصر أبلغ الدروس وأعظم المواقف المضيئة والمشرقة لوحدتنا الوطنية. اليوم أقدم لكم أبلغ الدروس عن المصريين الذين علموا العالم والشرق خاصة معنى الاتحاد المقدس. إنها صورة مكتوبة تعديلا وتأتينا بلا تعليق لشعب مصر العظيم. منذ أيام أعلنت وزارة الدولة للهجرة والشؤون المصريين بالخارج عن بدء إذاعة برنامج تلفزيوني خاص للمصريين بالخارج بعنوان صالون سي سي اي تي مع الأستاذة إسراء نوارة تحت رعاية وزارة الهجرة المصرية عبر قناة سي SAT المسيحية. وقد أعربت السفيرة سهى جندي وزيرة الهجرة عن سعادتها بالبرنامج، حيث يتضمن العديد من الرسائل الموجهة للمصريين بالخارج إلى جانب الحفاظ على الهوية المصرية لدى المهاجر المصري فضلا عن ترسيخ قيمة التعايش وقبول الآخر. وقد هنأت وزيرة الهجرة فريق العمل الخاص بالبرنامج متمنية لهم النجاح وأن يحقق كافة الأهداف في ربط المصريين بالخارج بوطنهم العزيز عن طريق الحفاظ على هويتهم، كما وجهنا كل الشكر لقناة CSAT على الفكر الوطني والابتكار في إيصال رسائل وتحث على تلاحم الشعب المصري، وذلك بما يتوافق مع دور الجاليات المصرية بالخارج الذي وجه به فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. شكرا سيادة الوزيرة السفيرة سهى جندي وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، التحية والتقدير الكبير لنجاحك ورعايتك في إذاعة برنامج تلفزيوني خاص للمصريين بالخارج بعنوان صالون سي اس اي تي، تقديم الأستاذة إسراء نوار عبر قناة سي اس اي تي الأمريكية. شكرا جزيلا للأستاذة الإعلامية هايدي سعد رئيس قناة سي اس اي تي وعضو اتحاد المصريين بالخارج في أمريكا. الحقيقة منذ اللحظة الأولى لمشاهدات هذا البرنامج شعرت بسعادة غامرة للفكر الجديد المستنير الذي يقدم الحب الحقيقي بين أصحاب الأديان في برنامج رائع نشعر معه بقيمة التعايش بيننا كمصريين. لقد سعدنا بالأقباط أن نلتقي مع الإعلامية الأستاذة هايدي سعد مؤسس ورئيسة قناة سي سي اي تي المسيحية وعضو الاتحاد العام للمصريين بأمريكا، حيث تقوم سيادتها الجانب إدارتها للقناة بالعمل في الاتحاد من خلال لجنة الإعلام والعلاقات العامة ولجنة السياحة. مؤسسة قناة سي اس اي تي المسيحية قناة تبث من كاليفورنيا بداية من عام 2011. وبمناسبة مرور 10 سنوات عن تأسيس القناة، فتم تجديد جميع الاستديوهات وشراء معدات وكاميرات جديدة. القناة يمكن متابعتها ومشاهدتها على النايل سات، وهي أمزة الوصل بين المصريين بالداخل والخارج، ونعمل دائما على الحفاظ على الهوية المصرية. في الحقيقة أنا أقدم كل الشكر والجزيل من قناة الملكة والأمير إلى وزارة الدولة ووزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج سيادة الوزيرة السفيرة سهى جندي التي شجعتنا جدا للتقدم ونقدم برنامج تلفزيوني خاصة للمصريين بالخارج. لقد سعدت جدا بتهنئة سيادتها لمؤسسة قناة سي سي اي تي ولكل العاملين فيها ولكل فريق العاملين بالبرنامج. نرجو أن يحقق البرنامج كافة الأهداف ربط المصريين بالخارج بوطنهم الأم عن طريق الحفاظ على هويتهم بما يتوافق مع دور الجالية المصرية بالخارج وخلق روح من التعايش الحقيقي بين المصريين طبقا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. كذلك أعربت الأستاذة الإعلامية هايدي سعد عن شكرها الجزيل للأستاذة الإعلامية إسراء نوار، وذلك لتصديها لهذا العمل الإعلامي الكبير الذي تم الاتفاق على تسميته صالون سي سي اي تي الجديد مع إسراء نوار. هذا البرنامج تم الإعداد له بصورة جيدة ليقدم للمشاهد خدمة وطنية جديدة وجيدة. لقد ابتهتنا جدا وفكرنا طويلا ليخرج هذا البرنامج خارج الصندوق بصورة متميزة،
وبلا شك أيضا فإن جميع العاملين في هذا البرنامج بذلوا مجهود كبير مع المخرج المتميز الأستاذ مينا خلة للبحث عن بناء النماذج المضيئة والناجحة في المجتمع الأمريكي. مقدمة البرنامج أستاذة إسراء نور هي من ضمن الشخصيات والأسماء البارزة التي تم ترشيحها لتقديم هذا البرنامج الرائع. هي في الحقيقة نموذج مصري جميل، سيدة مصرية متميزة فخبرتها وإنجازاتها وعملها جميلة وجميع الأنشطة التي تقوم بها في المجتمع الأمريكي تؤهلها لتقدم هذا البرنامج، والذي نرجو أن يكون متميز في تقديم البرنامج النماذج العديدة للمصريين الناجحين الذين يعيشون في المهجر. الأستاذة إسراء نوار تشغل الآن منصب مدير التطوير ورئيس لجنة الفنون والمعارض البرامج لمكتبة جامعة تيشي بيمان الأكاديمية بولاية كاليفورنيا، وقد كانت إحدى المشاركات في مؤتمر مصر وتستطيع بالتاء المربوطة، حيث تم تكريمها من وزارة الهجرة بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة في سنة 2017. الأستاذة إسراء نوار مقدمة البرنامج هي أم لثلاثة أبناء وهي زوجة العالم المصري الدكتور هشام العسكري الأستاذ بقسم علوم البيئة كلية العلوم جامعة الإسكندرية والمعار إلى الولايات المتحدة، ويعمل أستاذ الاستشعار عن بعد وعلوم وأنظمة الأرض في جامعة تيشي بيمان، وهو أيضا عضو اتحاد المصريين بالخارج بأمريكا، وكان قد صدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتعيينه نائبا للرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية. أطيب التمني لمؤسسة قناة سي سي اي تي هذا البرنامج الجديد الذي تقدمه الأستاذة إسراء نوار. تعالوا بنا نستمع إليها وهي تقدم لهذا البرنامج. ملايين اتغربوا بعده وعدوا بأجسامهم بس مش بقلوبهم، قصص وأحلام من كل البلدان، حكاية عمرها ما تتنسي أبدا، أجيال وراء أجيال ناس تحت الصخر حققت أحلامها في كل المجالات، قصص مبهرة وحكايات جميلة جدا. ووطن مصر يعيش فيه، وطن مصر يعيش فيه بلدنا الجميلة المحترمة. كل الحب وكل التقدير لهذه القناة. ونكلم عن الفتاة الجزائرية التي تلقت، وهي فتاة معلمة من شاب هزيل بربرية، إساءة، والطفل شنودة الحقيقي الذي أجريت له عملية جراحية أو مطلوبة له إجراء عملية جراحية. انتظر معنا وستكون وتشاهد كل ما هو أجمل وأجمل، ولا تنسى الاشتراك في قناة الملك. مساء الخير أحبائي وأعزائي، ومع استنكار واسع في الشارع الجزائري البربر، شاب بربري يحرق معلمة الفرنسية التي رفضت الزواج منه. لا زالت حادثة الفتاة الجزائرية ريما التي تصارع الموت بعد أن أحرقها شاب رفضت الزواج منه تثير تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، ولدى جمعيات نسوية حذرت من ظاهرة تصاعد وقد النساء في المجتمع الجزائري. الحادثة المأساوية وقعت يوم 26 سبتمبر الماضي، حين كانت الشابة ريما عنان البالغة من العمر 28 عاما تنتظر الحافلة في إحدى قرى ولاية تيجيرو ويزو بمنطقة القبائل التي تلتحق بالمدرسة التي تعلم فيها اللغة الفرنسية، لتفاجأ بشاب يسير نحوها وسكب عليها البنزين ثم يقوم بحطها على الملأ. ووفقا لرواية أقارب الضحية على مواقع التواصل الاجتماعي، فإن هذا الشاب كان يريد الزواج بريما لكنها رفضت ذلك، وبدأ مضايقتها حتى أن والدها قصد أهل الشاب وأخبرهم بالأمر، لكن محاولته لم تفلح لإبعاده عن طريق ابنته، ولم يكن أحد يتوقع أن يصل الأمر بهذا الشخص لارتكاب هذه الجريمة. ومنذ انتشار صور ريما على مواقع التواصل الاجتماعي تفاعل مع الجزائريون بشدة مستنكرين ما حدث الفتاة، وأطلق ناشطون حملة لجمع المال من أجل نقلها للخارج استجابة لنداء والدتها التي قالت في فيديو باللغة الإمازيغية أن ابنتها الآن بين الحياة والموت، راهية المساعدة بالمال وبالدعاء لأنه لا يمكن الانتظار أكثر لنقلها إلى الخارج. ونقلت ريما المستشفى البازل بالعاصمة الإسبانية مدريد بعد تمكين الناشطين من تأمين المبلغ المالي اللازم لعلاجها، وتكفل السفارة الإسبانية بتأمينها بتأشيرة سريعة لها ولمربكيها، حيث تم نقلها عبر طائرة طبية خاصة. ووفقا ما نقلته صفحات متابعة لقضية ريما، فإن أطباء المستشفى الإسباني متفائلون بشأن نجاتها، إذا أن هناك أجزاء من جسمها يمكن استعادتها عفوا بسهولة دون جراحة أو أجزاء أخرى من الجسم يمكن استعادتها للجراحة، وتبلغت نسبة الحروق وفق المعاينة الأطباء 60%. وفجر المحققون مواصلة مع قضية ريما النقاش حول ظاهرة قتل النساء، وعددها صفحات لقتل النساء التي تديرها نشاطات نسويات في الجزائر،
عدة حلال لا تدع النساء، وقالت أن المرأة قالت في قطر، وأن السبب الوحيد في هذه الجريمة هو كره النساء والتسلط الذكوري القمع الذي جعل حتى القط يصبح مقبولا على حد وصفه. تقول سنة 2021 قالت منظمة العفو الدولية أن 55 امرأة على الأقل قتلت في ولايات مختلفة استنادا لأرقام من موقع الجزائر، في حين أبلغ الدرج الوطني عن 8000 حالة عنف ضد المرأة خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2021، بينما سجلت الشرطة 6930 حالة عنف. ذكرت جنسية أوسيديك مديرة منظمة العفو الدولية بالجزائر في تعقيبها على التقرير أن سبب العنف ضد المرأة يكمن في التمييز بين الجنسين وإنكار المساواة بين المرأة والرجل في جميع جوانب الحياة، ولهذا يجب أن يتبع حماية المرأة التي يكفلها الدستور والتي يكفلها الدستور نهج شامل يدمجكم ومكافحة جميع أشكال العنف والمساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة. واضح أن هذا الأمر مشهور في جميع الدول العربية، ليس هناك في بلدنا فقط، بل أمر سخيف وأمر لا يستدعي إلى النقاش. أشكركم أحبائي أعزائي، إن شاء الله بإذن الله يكون عندنا أخبار سر أفضل من كده، يعني الأخبار بتاعتنا فيها نوع من الألم ونوع من الأسى ونوع من الحزن، لكن هذه هي الأخبار التي نوليها لكم اليوم، وسوف تكون لديكم أخبار أفضل من ذلك بكثير. ريما الله يشفيك ويعطيك الشفاء دائما، المعلمة ريما التي خذلها المجتمع بشاب بربري يقوم ويفعل هذه الأمور السحقاء. مع قناتكم قناة الملكة والأمير، ولكم مني كل الحب والاعتزاز، وسلام الرب يكون معكم. مساء الخير أحبائي وأعزائي، جانا خبر عاجل جدا، نشر صورة للطفل شنودة وأنه يحتاج لزراعة عصب. والصورة لمن؟ تداول رواد التواصل الاجتماعي صورة غير صحيحة نشرت بأنه الطفل شنودة الذي يعيش في دار إيواء منذ نزعه من حضانة أبويه في فبراير الماضي. وبالبحث عن حقيقة هذه الصورة وجد أنها طفل صورة لطفل اسمه شنودة مصاب بأزمة صحية بمنطقة المعصرة بحلوان في عام 2018، وأن البعض أخذ الصورة وأشاروا أنها للطفل شنودة الذي ما زالت أزمة لم تحل ويعود أسرته. وتكشف الحقائق بما ينشر دون تحري، وتؤكد أن الطفل شنودة لم يرى أحد منذ وضعه بدار الإيواء في فبراير الماضي، ولم تنشر له أي صورة سوى التي نشرت له قبل إيداعه بدار الإيواء، وأن الصورة المنشورة على مواقع التواصل هي لطفل يدعى شنودة جمال فوزي بالمعصرة حلوان. كما نشر استغاثة عام 2018 بأن ابنه شهودة عمره 3 سنوات ونصف ولد لديه كيس خارجي فيه الظهر على النخاع الشوكي، وقعت له مشكلة ويحتاج لزراعة عصب. وحتى الآن ما زالت أزمة الطفل شهودة فاروق لا تجد حل، حيث ما زالت نيابة شرق القاهرة تباشر التحقيق في البلاغ الذي قدمه الدكتور نجيب جبرائيل للمحامي العام طلب إعادة الطفل لأسرته، وأنه وجد بالكنيسة حيث قدم جبرائيل شهود من كنيسة يبيض بالعصورة على الطفل داخل الكنيسة، وما يعني أنه مسيحي وأن تغير اسمه وديانته مخالف للقانون. وتصرخ والدة الطفل مدام أمال وتطالب بعودة طفلها، وتناشد الجميع تضامن من معها لعودة ابنها الذي عاش معها 4 أيام وتم نزعه وإيداعه بدار الإيواء. خبر آخر، اختفاء فتاة قبطية قاصرة بالقوصية بأسيوط والأسرة تناشد الداخلية. في ظروف غامضة، اختفاء الفتاة القبطية القاصرة الإلهام مرزوق عبد المسيح 16 سنة ونصف يوم السبت الماضي من قرية المنشاة الكبرى بالقوصية بأسيوط، وحررت أسرتها محضرا بقسم شرطة القوصية رقم 7397 إدارة القوصية 2022، وحتى الآن مصيرها مجهول. وقال أحد الأقارب الفتاة أن إلهام فتاة القاصرة لم تكمل 17 عاما وتدرس بالصف الأول الثانوي بمدرسة المنشية الكبرى، وخرجت اليوم السبت الماضي في طريقها للمدرسة، ولكن اختفت بعدها دون معرفة مصيرها، مشيرا إلى أن إلهام شقيقة أكبر ولشقيقين آخرين، حيث أنها يتيمة الأب والأم بعد أن فقدت والدها في سن مبكر من عمرها وولدتها قبل 5 سنوات، تتولى جدتها تربيتهم بمنزل العائلة. وأضاف أن إلهام في عمر الطفولة والقانون يحميها حتى وإن كان الاختفاء برغبتها نتيجة تغرير أو ظروف أخرى لم نكشف بعد، إلا أنه يجب عودته وأن الأجهزة الأمنية تبذل كل جهودها كبيرة لكشف غموض الاختباء وإعادة لمنزلها ومعرفة ملابسات الاختباء. وطلبت الكنيسة الكاثوليكية
بالقرية الصلاة لأجل عودة ابنتهم، وحثت الأجهزة الأمنية لبذل الجهود لعودة لمنزلها وتحقيق السلام الاجتماعي لقريتها وأسرتها ومراعاة ظروفها. كل الشكر والتقدير لدولتنا العزيزة لبلدنا الكريمة ولكل الشرطة ولكل من أحب مصر. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، مع تحياتي وقبلاتي لمصر العزيزة. ونتمنى الصلاة لرئيسنا المحبوب الرئيس عبد الفتاح السيسي بصلوات قبضة البابا قداسة البابا طوادمس الثاني بابا بطريق القرادة المركزية. شكرا لكم أحبائي، يا رب تكونوا سعداء وآمين.